السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو غادي يخص السلسلة اللي بديناها اللي كتخص ترجمة المصطلحات العلمية الخاصة بكتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي الخامس ابتدائي، ودائما حنا في الوحدة الرابعة توالد الحيوانات لونيتي ديداكتيك 4 لا روبرودكسيون دي زانيمو، وبالتحديد الحصة الثالثة أعضاء تناسلية لحيوان ولود. غادي نتكلموا على الأعضاء التناسلية ديال الحيوانات الولودة، سيونس 3 لي زورغان سيكسويل دي فيفيبار. لي زوفيبار هما الحيوانات البيوضة، والحيوانات الولودة هما لي فيفيبار. دونك لي زورغان سيكسويل هما الأعضاء التناسلية، دي فيفيبار هما الحيوانات الولودة. صافي، ندوزو لأهم المصطلحات اللي كتخص هذا الدرس هذا ولا هذه الحصة هذه ديال الأعضاء التناسلية لحيوان ولود. بالنسبة لأهم المصطلحات العلمية المتعلقة بهذا الدرس، نبدأ برقم واحد. وقبل ما نبدأ برقم واحد، هادو الأعضاء أو أعضاء الجهاز التناسلي. إذا كما تلاحظون هذا رسم كيبين الجهاز التناسلي لذكر الحيوانات الولودة الفأر. رقم واحد هاته هي خصية بالفرنسية تيستيكول، خصية تيستيكول، عنده جوج ديال الخصيات، دونك تيستيكول هنا وهنا تيستيكول. ثانيا عندنا سبيرميدوكت، سبيرميدوكت وهي منين كيدوزو الحيوانات المنوية، داكوغ، مزيان. ثالثا عندي قضيب، صافي قضيب، إذا هو بينيس، بينيس اللي هو قضيب اللي كيكون عند الحيوانات الولودة، الذكر ديال الحيوانات الولودة. إذا عندنا رقم واحد خصية تيستيكول، رقم جوج قناة منوية سبيرميدوكت، رقم ثلاثة قضيب اللي هو بينيس. داكوغ، غادي ندوزو الآن إلى أعضاء الجهاز التناسلي لأنثى الحيوانات الولودة الفأرة. إذا هذا الجهاز التناسلي ديال الفأرة، يعني ديال الأنثى ديال الحيوانات الولودة. رقم واحد هو مبيض، هنا كاين المبيض. ثانيا عندي قناة مبيضية لوفيدوكت، دونك المبيض هو لوفير. بالنسبة لقناة مبيضية اوفيدوكت، اوفيدوكت هنايا عبرها كيكون عندنا البويضات. صافي، ثالثا عندي لوتوريس اللي هو الرحم، هنا عندي هو الرحم، هاد البلاصة هادي هي الرحم لوتوريس. رابعا عندي المهبل اللي هو لوفاجان، لوفاجان مهبل اللي هو هذا. صافي، اذا هادو هما الاعضاء ديال الجهاز التناسلي لانثى حيوانات الولودة الفأرة. رقم واحد مبيض اوفير، رقم جوج قناة مبيضية اوفيدوكت، رقم ثلاثة رحم لوتيريس، رابعا عندي مهبل اللي هو فاجان. وكما كتلاحظوا هنايا هذا الرمز ديال الانثى، ولا رجعنا له هنايا عندنا رمز الذكر. صافي، وبهذا كنكون كملت هذا لا فيديو اللي كان كيخص المصطلحات العلميه لكتاب المتعلم والمتعلمه منهل النشاط العلمي. للمزيد من المعلومات والدروس لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.